السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت تمام، أنا بتكلم على الله. بعمل معاكم اللايف ده طبعا بفقد توازن بقيت اليوم. النهاردة كان يوم حافل صراحة، الأحداث كلها. خليني أبتدي معاكم النهاردة لايف ببعض تنبيهات كده. احنا صراحه يعني هنتكلم على المخطوبين، هنتكلم على المتجوزين، وربنا يستر بقى. عايز اقول في البدايه للنساء وللزوجات، انا كنت الاول بقول قليلي من جروبات النساء اللي هي مش تمام طبعا، بس مش قليل لا دي من العين. لكن صراحه جالي اكتر من حاله على مدار الاسبوع اللي فات. الحل فيها ان تبقى الزوجه لوحدها، لان النساء تبقى الزوجه دي لوحدها، تمام، وحيده في الغربه. الزوج ما بيعطيهاش حق الحوار او الكلام، ما بقاش فيه حكاوي او ما بقاش فيه معايشه. انا ما بلاقيش فيه معايشه في الزواج، بيبقى نزار خطر جدا. شوف رزق يعني. والخطر ده مش بس الفرص الزواجي، حاجات ثانيه. انتوا عارفين حاجات ثانيه كتيره جدا. الفكره يا جماعه ان انا لما بنصح الزوجه ان هي يبقى لها معايش 10 دقايق مع الزوج كل يوم، انا عملت ايه، انا سويت ايه، احنا في ايه، احنا مش في ايه، ده مهم. مهم ان هي تلاقي حد تعرف تكلمه، مهم انها تلاقي حد تفضفض معاه، مهم ان هي تحس ان في روح مهتميه بيها. ملقتش الروح، خش على جروبات النساء المحترمه، اعملي لك صحبه من صحب القران، اعملي لك صحبه من العلم الشرعي، اعملي لك صحبه من الخير. لكن تسيبي نفسك وتختئبي وتحزني ويجي لك مرض وتسيبي البيت وتبقي تقولي انا عايزه اطلق. طب ايه سبب الطلاق؟ ايه اقول اسمك يا مين؟ طارق ماشي. طارق انت بنوته ولا ايه؟ ولا تبارك؟ انا هجاوب على اللايف وعلى اسئلتكم دلوقتي، بس خليني اقول لكم المعنى ده. انا بنصحك يعني، انا نصحت الحالات اللي جات، خشي في جروبات فيها علم شرع، خشي في جروبات فيها قران، خشي في جروبات تسمعي فيها عن الله عز وجل. على الاقل تتكلمي، تلاقي لك صحبه خير، صحبه خير تعينك على الخير، صحبه خير تامرك بالخير، صحبه خير تقول لك اعملي كذا وسوي كذا، لكن تسيبوا نفسكوا لا. طيب الزوج ما يسمع، والله يا بني طب هنعمل ايه؟ اقعدي قاعده كده قولي له يا ابني الحلال انا دلوقتي نفسيتي وحالي تعبان بسبب ان انت ما بتتكلمش معايا، بسبب ان انت ما فيش حوار بيني وما بينك. في حوار بيبقى حوار ضرب نار، ماشي، خناقات، وفي حوار بيبقى حوار راحه وسكن وتطلع اللي جواكي، وهي الزوجه عايزه كده. كلمني شاب متجوز حديثا يعني 6 أشهر زواج بس، بيقول لي عايزه تتكلم طول الوقت وانا برجع تعبان ومش قادر الكلام ده. قول طيب ايه رايك نتحدد لها 7 دقايق، 7 دقايق ل10 دقايق اتكلم معاها واسمع منها وهي تعطيك خلاصه اليوم. 7 دقايق تعرفين بيقول ايه؟ بيقول انا يعني مسكت نفسي ال7 دقايق لقيت مردودهم جيد جدا، وكان فرحان جدا. شاب وعمر زواجه لسه 6 شهور فقط، بيرجع تعبان وهي بتتكلم كده. هي مستنيه وانت جاي، يعني هي مستنيه وانت جاي انك انت انك تتكلم معاها، وانت مستني وانت جاي ان انا بيتي راحه بقى وسكن ومش عارفه ايه وهاكل وانام. تعالى هي انت حابه عليك كده وهي حابه على كده والتقوا في النص. اسمعها 7 دقايق، انا مش طالبه منك اكتر. وانت يا زوجه يا جميله عسوله، لقيتيه مش موجود، لقيتيه تعبان، في يوم ما سمعش، اتكلمي مع صحبة خير، اتكلمي في مواضيع عامة، المهم تتكلمي، المهم تطلعي اللي جواكي، لكن تتكتمي وتحسي بال خلاص بقيت كائن وحدوي ومكتئبة ومش عارفة اخد ايه وعلاج ايه وكذا، خلاص
انا عارفه ان الصوت حواليا عالي جدا. طب بس اعمل ايه؟ ما انا يا اما كنت اطلع لكم في هذا الصوت العالي يا اما ما اطلعش. طب حد ياكد لي كده الصوت عالي قوي مش عارفين تسمعوا؟ ها حد يشوف على اللايف كده يا جماعه ويقول لي لو الصوت اللي حواليا عالي، لان انا في مكان بره يعني. البديل لو كنت روحت اقسم بالله كنت نمت ولا طلعت لكم والله دي الحقيقه. صحيح وانا بره بص مش عايزه الساعه 9 الصبح ليا وصحي الساعه 3 ونص قبل الفجر يعني. لي كام ساعه كده؟ كده 18 19 19 15 16 19 ساعه. ها حد يقول لي لو الصوت يا مروه، يا مروه صلاح، يا مين، يا مريم ابنه عمران، ماشي لو الصوت اللي حواليا عالي قوي قولوا لي وانا اقفل اللايف. سامعيني كويس؟ طب طب الحمد لله. مش انا بنام اصلا. النقطه اللي انا عايزه بس اركز عليها في الاول دايما، لما تلاقي نفسك وحيده كده ما تسيبيش نفسك، ما تعيشيش كائن وحدوي ابدا. ده تقولوا لزوجك تديني 7 دقايق بتاع كل يوم، 7 يعني انا هيمتدل 17 بس لا بيقال يديكي 7 على 10 دقايق. رقم 2 ما لقيتيش اخش على جروبات امنه بتاعت العلم الشرعي، قران، سيره، عقيده، الكلام عن الله، ايمانيات، رقائق. اسمعي اسمعي واتكلمي معاهم وخلي لك صحبه صالحه واتكلمي معاهم. تمام، شكرا يا مريوم، شكرا، صوت حلو. النقطه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها، تعالوا يا بنات بقى، تعالوا لي كده البنات المخطوبات او اللي بيجي لها عريس، اقول كلام وما تزعليش ماشي؟ طب انا هجاوب على الاسئله دي بعد ما اخلص، فاضل لي محورين اتنين هخلصهم بعجاله واجاوب على اسئلتكم ونشارك الناس معانا. يعني انا في اللايف دوت هشارك الناس معايا، هيخشوا ويتكلموا ونعيش حياتنا. تمام، فاللي عايز يكلمني دلوقتي يصبر عليا بس هتكلم في نقطتين وبعد كده هدخلكم في الحوار. بصوا يا جماعه، اول حاجه البنت اللي بيجي لها عريس عشان خاطري، عشان خاطر اسمع اللي انا بقول لك عليه، بتيجي هي العريس اللي جاي مش مناسب ليها، العريس اللي جاي مش ما ينفعش ان هي مش موافقه عليه، مش مناسب ليها، قولي السبب، قولي له مفيش نصيب وخلاص. لكن اصل علشان انت ما كملتش دراسه، اصل علشان انت في بلد واحنا في بلد، اصل علشان انت ما اعرفش كذا، غلط. لانه لو هو حريص عليك وجد في طلبه هتبص تلاقيه ان هو جايب بيحاول يذلل السبب اللي انت رفضتيه علشانه. صدقوني، ولما يعين يذلل السبب اللي انت رفضتيه اللي قلتيه اللي هو مش الحقيقه، اللي مش الحقيقه يا بنات، انتوا عشان تمشوا او تمشوا العريس بطريقه شبه لا اصل كذا، اصل مش هو ده السبب، هو اصلا مش مناسب ليكي وانت بتقولي كده. ليه معلش معلش عشان يعني ليه بس؟ ليه نقول سبب مش حقيقي؟ فيعين الشاب يفضل يبحر ويعمل وكذا ويطالب ويحاول يعدل عشان يوافق على السبب، ويحاول يعدل علشان انت تعملي كده او علشان ليه؟ ليه نعرضه لحاجه زي كده؟ لا ده مش صح. قادرين تقولوا سبب كذا مش موافقنا، المكان اللي انت اخترته للجواز مش مناسب لينا، مش مناسب لينا، لا العيله احنا مش متناسبين، في عدم توافق، في عدم قبول، في عدم راحه. لو قدرتوا تقولوا قولوا، لو مش كده قولوا خلاص مفيش نصيب. لكن اقول سبب والسبب ده مش حقيقي، والسبب دوت الشاب ذات نفسه يا عيني يقول لي اعمل كذا وانا عارفه ان مش هقول يا ابني يا حبيبي مش كده، ويعمل يا عيني الشاب يعني مساكين وحريصين وناس وعيال جدعه فعلا، ويبقوا كده عشان خاطر يذللوا الصعوبه اللي انت قلتيها او السبب اللي انت رفضتيه عشان توافقوا، في الاخر لا الموضوع مرفوض برضه، حرام. لا 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 انا ما ارضاش كده. خليكم صرحة، ليه تعيشيه في حاجه زي كده؟ ايوه طبعا ياسمين بتقول اهي، بتقول ان ساعات بيكونوا جدابين بيكونوا ياسمين بتقول ان ساعات اللي بيبقوا في الجروبات رجال. لا 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 بصي، انت تختاري الجروبات الامنه اللي فيها علم شرعي اللي فيهم النساء اللي ما بيدخلوش اصلا حد في الجروب، لما تقول لك سمعيني صوتك واعرف انك واحده ست وتحلفك بالله عز وجل انت ست، انت تخشي المكان اللي هو ده من فضلك. فلا ما تخشوش الكلام ده.
طيب النقطه الثانيه اللي احنا نبهنا عليها نقطه البنات اللي بتيجي يجي لها العريس ما بتقولش سبب الرفض الحقيقي وتقول سبب رفض وهمي، فيبقى الشاب اللي داخل بما انه جد يذلل الصعوبات في السبب الرفض الوهمي وتظلميه وفي الاخر ترفضيه برضه. لا قولي الحقيقه، يا ما فيش نصيب ما فيش قبول، كل شيء اسمه نصيب وخلاص، لكن اقول سبب وهمي وتعلقيه بيكي ليه يا بنتي؟ ليه تعلقيه؟ قولي الحقيقه. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، يا بالعريس يا شباب، انت رايح تخطب، انت رايح تخطب زي ما احنا قلنا قبل كده الخطوبة رقم واحد انت اللي بتتصل باهل العروسة، قلنا كده قبل كده في فيديوهات كتير، انت اللي بتتصل باهل العروسة وانت اللي بتسأل ايه مناسب ولا غير مناسب، طيب اعمل ايه، طب ايه ردكوا ايه، بسأل، مش العروسة واهل العروسة اللي يتصلوا عليه. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما اهلك يروحوا يشوفوها ومبسوطين وكذا ما تقعدش يوم واثنين عشان ترد، غلط. في ساعتها رد، لان عدم اتصالك في ساعتها اهل العروسه ده شافونا وما عجبوناش وحضرتك اهم، لا اقطع الكلام ده. رقم ثلاثه، لما خلاص في قبول والحمد لله في موافقه من الطرفين وفي استقاره وفي راحه ما تكتروش في الاجراءات قوي، يعني انجزوا في الاجراءات، ودي نصيحتي ليك. تمام كده؟ بقالي بالذات ما نزلتش لايف، خلينا نزلت لايف. تمام، خلينا ناخد حد مين اللي هيشارك معانا، مين عايز يشارك معانا. لوفي ماري لوفي، تمام. عندي شيماء وعمر عبيده، محمد امين كذا، خلينا هعمل ابروف اهوت. يشارك معايا بقى اديني. مين اللي جه؟ وعليكم السلام، ها احبكم الله. تهاني، ده انت اللي روعه تهاني. تمام. طيب ادي ديكلاين. مين تاني؟ يا خبر ابيض، كل دول. طيب ناخد موده محمود. موده اهو، والله مواد. اللي عايز يكلمني دلوقتي اهو هلواتي ويسال، اديني اهو بدخلكم الكوش حجه، الكوش حجه، ولا حد يقول مش عارفين نوصل اهو، وخشوا معايا في اللايف ويسالوا الاسئله عشان بس ايه، خلاص انا اشيل الحاجه، انا مقربه مالي من الصوره ليه كده. تمام. مواد منورين. تمام، مواد ما جاتش. طب انتوا عايزين تخشوا كاتبين امال مش عاملين ايه؟ لافي، يلا لافي، ده فين؟ الجزائر ومغرب. وعليكم السلام يا فاطمه، احنا بنحاول نضيف الناس معانا اهو. اهلا وسهلا بيك يا جماعه. اللايف انا قلت ثلاث نقاط وقلنا هندخل ناس معانا، اللي عنده سؤال انا فاتحه المشاركه معايا، ده فرصه العمر عايزه اقول. بس انا مش عارفه، انا عماله اعمل لكم اهوت ابروف للطلب بتاعكم. ها حد دخل معانا؟ تمام. طب اعمل ايه؟ طيب هو اللي جاي جديد ده جه مريم هريدي. مريومة يا حبيبتي، يا مريومة، يا هلا ويا غلا، اجيبيني بنتك يا مريومة اديها. مريم البنت اللي نامت، قالت لا انا كتير عليا، استنى الاسئله، انا كتير عليا، انا مش وبعدين همشي. قلت لها طب اطلعي، قالت لا هاتيني انتجيتي معايا. مريم هنعمل بيها فتح ان شاء الله في المؤتمر الجاي، كله نساء لاول ايش حياتنا. مريم هريدي، يلا يا انسة مريم انت فين؟ والله مين؟ نورة تشبهي هلا سمير، وانا أمورة زيك يا نورة كده، كل الناس أمامير، الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. يا انسة مريم أين أنت؟ جيتي، يا هلا ويا غلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مريم؟ بخير الحمد لله. يا هلا ويا غلا.
شيء الأنسة بنوتي. نامت بقى ولا نامت ايه؟ أخيرا، نامت. أجازة علمي ليه نايمة. يا شفا، يا شفا كنت هجيها تطلع معانا. هي لو تعرف واللي هي هتشوف حضرتك يا معايا ده كل انا ده، عايزه انا عايزه اقول اروح لك الى المدرسه اللي انا كنت فيها. انا عايزه اقول لك الى وقتنا هذا الكنترول كله بيقول لي هي فين. انت تعرفي انها بعد ما طلعت دخلوها لي جوه في الكنترول، تقول لي يلا بقى خلصي يلا بقى عشان الوقت. قالوا لي للأسف، هتودي قالوا لي ما كنتش أعرف إن هي دخلت، قالوا لي لأني كنت في الأوضة التانية. دخلت قالوا لي ومسكوها الارفيز وعملت تقول لي خلاص خلاص. ربنا يحفظها طيب، لك يا مريم ويجعلها الله من يبارك لي الصالحات حضرتك يا يا رب، رب، اللهم امين. الله يبارك لي حضرتك يا رب، يبارك لنا في حضرتك منوراني في ولكن اللايف. أنا أهلا حابة أهلا المدرسة أهلا اللي أهلا. المدرسة اللي أنا كنت فيها والأستاذة اللي أنا كنت معاها، أنا عايزة أروح المدرسة دي. قلت لها ما هي مش مدرسة، أنت فاهمة غلط. أنت فاهمة غلط. هي فاكرة إن أنا كنا في مدرسة. يلا يسهل لك أيوه حالها، الله يسهل لك حالها والله ويجعلها من ربنا يخليك الصالحات يا مريم. يا رب عايزة يا رب تقولي لنا إيه ربنا في اللايك يخليك. النهاردة يا مريم؟ لا والله مش عارفة، يعني احنا بصراحة بنستفاد من حضرتك جدا، يعني والله والله أنا فرحانة إن أنت نعم معايا، أنا حضرتك بجد الله أنا يبارك عايزة أقول لحضرتك لكم يا رب مريم من الشخصيات الجميلة النشطة. إن شاء الله الله نعمل يبارك جو لحضرتك جميل بقى في مؤتمر نص السنة يا مريم، ها؟ يا حريم رب بقى مع اللهم بعض استعان ونعيش حياتنا، ان شاء الله ان شاء الله الله ويفتح يبارك خير لينا يا يا رب رب ويجعلها فتحة خير. يا أنا رب مش هقول اللهم بقى امين هتعملي إيه في نص السنة، بس يعني أهو ان شاء الله دينا بنستعد اهو، بنحاول نعمل كام حاجه كده، ربنا يقدرنا يا جدعة رب. جدعة إن شاء الله، ويبقى حاجة جميلة ويرزقك الصدق والإخلاص فيه. المهم بنوتك بقى، بنوتك بقى دي عشان تعملها لنا فقرة في ال... لوحدها صح؟ هي تعمل فقره لوحدها. الله يبارك فيك يا مريم، سعدت الله بيكي يبارك وشكرا لمشاركتك يا الله عسول. يبارك لحضرتك، ده شرف لك ليا على جدا. خير، في رعايه إياك الله، حبيبة الف قلبي، سلامه، مع السلامة، مع السلامة. مع السلامه. تمام، هناخد حد كمان من الابروفات دي، يلا بينا. مين ساجدة لله، الله قولا. فين البنات بتوعنا؟ والله بصي هتلاقي وام ابيها، ام ابيها حاضر. هاخد الساجدة الاول اهي، وبعدين كانوت. تمام، كانوت كانوت. طيب اعمل ايه؟ خلاص انا بقيت انطق تركي يوم ما نسيت اللي مين؟ مودة، جيتي تاني يا مودة؟ يلا بينا. يلا يا مودة. يا مودة السلام عليكم، اتواصلوا دلوقتي، اللي عايز يتواصل يخش معايا ان انا اضيفه على اللايف يسألني لايف، حد يروح يجي، لا ابطل حجج التواصل دي خالص. اتفضلي. انس مش عارفة ايه، يلا بينا. طيب تمام، مودة. طيب تمام، خلينا نشوف مين معانا. نور البيان، يلا يا نور. تمام، لازم اعمل كده كل ده. طب اعمل أم محمد. تمام يا أم محمد، السلام عليكم. ضيفيني رفقا بالقرآن، اعملي اد أشوفك دلوقتي رفقا بالقرآن، لو موجودة هأضيفك. حاضر يا لولو. أسماء إسماعيل، يلا تعالي معانا. مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم، مين اللي معانا دخل على البث؟ تمام. ها هو في حد معانا بس انا ما اعرفش مين. ما اعرفش. خلينا يا رفقا بدور عليك يا هوت. ايات، اسماء، علي، اسماء، يا توتة تعالي، اسماء اسماعيل، يلا.
انا منتظراك. مين بقى؟ ما تخش بسخمارك ويلا. معلمتي. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمتي. اهلا. مين معايا بقى؟ أنا اسماء. اسمي إسماعيل. اسماء، انت منين يا اسماء؟ أنا من القليوبية مصر. اهلا 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 بالناس الجميله، منورين. الله يبارك لك، أنا فرحانة أوي بجد والله. أنا كلمتك، نفسي أكلمك من زمان. حبيبة قلبي، واحنا قلنا نقطع القصة دي، نكلم الناس صراحة عشان الناس زعلانة. ليه يا أسماء؟ أنت في سنة كام؟ لا أنا متجوزة ومخلفة. يا توتة، أنت صوتك صغير خالص. لا أنا بنتي في الثانوية العامة، دايلها كده، وابني في الإعدادية. الله الله، يفتح لك حالهم ويجعلهم من الصالحين يا رب، وينجحهم ويجعلهم من أوائل الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يا رب يا معلمتي، يا رب يا رب يا يخليك. رب. والله يا ست، انا لا معلمتك ولا حاجه، انا خالتك هاله. او اختك، اي حاجه. ربنا يكرمك، سعدت بيك يا اسماء، وانا سعدت اكتر بيك. والله العظيم، الله وانا اكتر. يكرمك، الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك. ربنا السلام يخليك. عليكم. مع عليكم السلامه. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، حفظ الله. ناخد مين تاني معانا؟ معدت لحضرتك، اسمك ايه؟ والله ما انا عارفه اعمل ايه. كل دول اعمل ايه؟ طيب خلينا ناخد عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ها مين معانا؟ عباد الرحمن. السلام عليكم. ها ايوه، ظبطوا الكاميرا والصوت كده، تعالوا تعالوا لي. عباد الرحمن. تمام يا عيني، فصل. تمام، خلينا ناخد حد تاني. مين تاني معانا؟ نور بانو حسين. نور بانو جاهزة؟ يلا بينا. يا ست بس شوفي مين اللي عايزه اقبل الطلب. ما انا انتوا بتبعتوا وانا بقول اهو. ممكن تقبلي الطلب؟ زينب. حاضر يا زينب، هدور عليك، هدور عليك يا زينب. انا عندي اخت اسمها زينب، مش اختي يعني في النسب، انا بنت وحيده لكن اخت في الله، اسمها زينب من حمل الكتاب اللي عايزه اقول لكم. اللهم بارك عليها، يحب الله عز وجل ورسوله. نوربانو، نوربانو هتقبلي ولا نجيب حد تاني؟ السلام عليكم. سلام. اهم حاجه خلي بالكم بتطلعوا بالطرح، اوعى واحده تطلع من غير طرح. هاتوا الكاميرا للسقف، مش مشكله. السلام عليكم. ايوه ايوه هاتوا الكاميرا للسقف، مش مشكله. او البسوا الحجاب. نوربانو، السلام عليكم. الو، ايوه انا اسمعك جيدا. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا، منورانا. يا نوربانو سامعاكي، والله انا سامعاكي، عرفينا بنفسك. الو، مين معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك وبركاته. سامعاني؟ أيوة سامعاكي جيدا. أنا كنت محتاجة أتكلم مع حضرتك بس سؤال كده اتفضلي. عن زوجي وكده، لأن في مشاكل ما بيننا. تمام اتفضلي. أنا كنت متزوجة قبل كده، تمام. كنت متزوجة قبل كده وقعدت شهر، كان والدتي عايزة الشخص ده وبعديها انفصلت. قعدت كتب كتابك يعني عليه؟ حضرتك سامعاني؟ كتبت كتابك على الشخص اه ده، دخلت وحملت.
دخلتي وحملتي وبعدين اتطلقتي ليه؟ وحملت وحملتي انفصلت لاني مش بحبه، كان بيضربني وكان في معاملة سيئة يعني، وكانت مامته مش عايزاني، وبعديها اكتشفت انها اتعمل لي سحر، واللي هو السحر السفلي ده. لا اله الا الله، صلى الله عليه وسلم. وبعديها قعدت 7 سنين بشتغل عشان خاطر بنتي وكده. بعديها طبعا قابلت حد، وكنت انا عايشة مع والدتي وبنتي، فقلت ان انا مش هاخد حد يعني ايه شاب عشان خاطر اقدر اربي البنت واعيش مع والدتي، لان انا اللي بخدمها. تمام. فتزوجت من حد متزوج قبل كده، وقلت له ان انت تعرف مراتك وانا محتاجة بس يومين في الاسبوع او 3 ليالي وانا راضية، عشان خاطر ان انا اقدر اربي بنتي، يعني عشان يبقى عندي وقت لبنتي وامي، هم عايشين معايا. تمام. فدلوقتي انا احنا حبينا بعض بعد الجواز الحمد لله، بس انا حياتي كلها متلخبطة خالص، يعني 24 ساعة بنتخانق، اجازات عند زوجته الاولانية، واعياد عند زوجته الاولانية، رمضان عند زوجته الاولانية. كم سنة متجوزة؟ بقالي 2 سنين ومعايا نوربين ومنه. معاكي بنت؟ معايا بنت. معاكي بنت، تمام. نوربين. طيب هو بس انا دكتورة بعد ابنها. قولي. اتفضلي. قولي قولي، لا انا هسمعك الاخر. انا بعد الزواج اكتشفت ان انا معمول لي سحر، وكنت بتعب كتير، ورحت لدكاتره، بس في الاخر اكتشفت ان هو موضوع حد اذاني يعني، فهو كان زوجي التاني مش مستحمل، وانا عصبيه جدا جدا، لدرجه ان انا بقعد اصلي وادعي ربنا، بس مش عارفه انا عندي ايه، على طول حياتي متلخبطه، كل ما اجي احفظ قران اقف، مش عارفه اعمل اي حاجه في حياتي، ولا عارفه يعني، انا بحب زوجي جدا بس مش قادره اساعده يعني، انا ما مش عارفه، وهو كمان كل ما اجي اقول له طب خد اجازه عندي يقول لي لا انا عندي اولاد والاجازه من حقهم، هل هو التعدد؟ يقول لي سيدنا محمد عدد وهو كبير، يعني كان اولاده كبار متزوجين، فانا ما بقتش عارفه هل هو ده العدل، وهل ربنا قال كده، ولا انا المفروض ان انا اعيش وساكته لان تزوجت وقعدت شهر، فانا مش عارفه اعيش حياتي الطبيعيه خالص يعني. الله يبارك لك، حاضر هجاوبك يعني، هجاوبك يا ماما. ربنا يبارك في عمرك يا رب، وانا متشكره جدا جدا لان حضرتك سمعتيني. شكرا. وياك يا حبيبتي. بصي يا منور يا جميله، رعايه الله. مع السلامه. رعايه الله. مع السلامه. اولا حاضر، انا هقبل الناس، حاضر اللي موجودين. كم طلب يا ليه كل دول؟ طيب خليني بس اجاوبك على السؤال. اولا موضوع السحر علاقه بحاجتين اتنين بس عشان تسمعوني، سحر سفلي، سحر ارض، سحر رب يا رب حمزات الشياطين، اعوذ بك رب اي احد منهم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بصي، علاج السحر مواظب على الصلاه في وقتها، اكون دايما على طهاره، اذكار الصباح والمساء، قراءه سوره البقره، ده جزء. الثاني الصلاه على وقتها، دايما على وضوء، اذكار الصباح والمساء، سوره البقره. لا يستطيعها البطله، ولو حصل حاجه الجسم ذات نفسه بيطرد الامر ده وبيبقى غير مؤهل للامر. في خلال الفتره دي انت بتجاهدي مع نفسك، لان طبعا طالما في سحر وفي مس وفي الكلام ده، مش عايزين تقراي قران، مش عايزين تصلي، مش عايزين كذا، فانت بتقاومي، فطول ما بتقاومي طول ما بتاهلي جسمك ما يبقاش عرضه للامر ده. ما طبعا مع 7 تمرات الصبح والليل، وطبعا لو تشربوا ميه مقروء عليها قران او ميه صدر مقروء عليها قران، تمام كده؟ ده العلاج. موضوع ان انا مش قادره اكمل، عايز اعمل، عشان مش مواظبين على الصلوات ومش مواظبين على الاذكار. فطول ما في مالهاش مواظبه، جسم عرضه للعين والسحر والمس والدنيا كلها. العدل في موضوع الزوج هو يحاسب، لو ظلم هو يحاسب، تمام؟ لكن تمام، انت معاك الاولاد 4 ولا 3 من الاولى، وانا معايا بنوته منك، يبقى في عدل. هي برضو محتاجه انها تشوف ابوها موجود، وخلي الفتره اللي هو فيها عندك فتره متعه، فتره راحه، فتره حب، تمام كده؟ الامر ده مهم جدا، ما يبقاش فيه نكد، ما يبقاش فيه غم، ما يبقاش فيه انت ما عملت، انت هو ماشي مقصر وظالم ومعامل، ماشي، احنا ندي حاجه واحده بس، طلب واحد بس،
وبعد كده هو يكمل، لكن نكد نكد وطلبات مش هيكمل. تمام كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لك الخير يا ريت. اللهم امين. خلينا ناخد ليه؟ اه حاضر. خلينا ناخد عبير احمد عشان قالت لي اهو عبير تاني. عبير 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 بالنسبه للطلب. طيب حاضر هنقبل بعديها. حاضر. طيب الطلبات كثيره جدا. خلينا بس عبير. السلام عليكم، قبلت طلبك، يلا بينا. ليه بتتكسفي؟ طيب مين اللي كان تاني ده؟ ياسمين عاوزه اكلمك وانا بس مش بظهر بوش. ماشي بلاش يظهر يا ياسمين يا جميله، بلاش. ياسمين ناصر تعالي يا حبيبتي. حاضر. لو عبير ما ردتش هدور عليكي يا ياسمين دلوقتي. عبير سلام. ايوه دارو دارو الكاميرات كده دارو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. شفت انا قريت الكومنت بتاعك حبيبتي. يا رب حضرتك والله يعني انا بسمعك كتير جدا، ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا بيرو يا جميل. بصي يا حبيبتي، انا عندي مشكله. احنا 4 بنات، والدي توفى ووالدتي عايشه وكده. احنا يعتبر ميسورين يعني لحد ما، الحمد لله. دلوقتي اختي الكبيره، انا الصغيره بتاعتهم، اختي الكبيره كانت متزوجه شخص. الشخص دوت كل سلوكه غلط في غلط في غلط، تمام؟ اهانه ليها وضرب ليها وكل حاجه غلط بيعملها معاها، شتايم وكل ما تتخيليه، تمام؟ تمام. فاجت والدتي، هو ساب الشغل بتاعه، فوالدتي وزوج اختي واحده تانية دخلوا معاه في شركه علشان يقدر يصرف على بيته، بس دوت من غير ورق رسمي، تمام؟ نصب عليهم مبلغ كبير جدا. مين اللي نصب؟ اللي هو زوج نصب عليه ولا هو اللي نصب؟ هو اللي نصب عليهم، على والدتي وعلى زوج اختي، تمام؟ تمام. زوج اختي التانية دوت مهندس. المهندس دوت قال انا مش مشكلة عندي الفلوس، اهم حاجة ما يمدش ايده عليها وما يضربهاش، وهو على خلق جامد جدا ومتدين وانسان محترم جدا، تمام؟ اللي هو اللي دخل يصلح ما بينهم هو زوج اختي، ما هو ما دخلش يصلح اختي، تمام؟ بعد كده بدأ برضو ان هو يضربها تاني، يعاملها بأسلوب وحش لدرجة ان هو كان بيموتها من الضرب، ماشي؟ فاجت والدتي قالت طيب يعني انت دلوقتي بتضربها وبتهينها وكده، يا بنتي انت عايزة ايه؟ قالت لها انا عايزة اتطلق، ماشي؟ والدتي ساعة طلق، لان كان هو في اولاد، في اولاد معاها منه، في 5 اولاد. 5؟ 5، ماشي. هي متجوزة بقالها من 2000 يعني، 10 واحد مثلا. وعشرين سنة. لا 21 سنة اهوت، من 2000، ماشي. ساعة في طلاقها، لأن والله والله بكل بمعدل كل 2 3 شهر ضرب، وضرب يعني مبرح يعني، مش قادرة طيب أقول لك. يعني استنيني دلوقتي، استنيني دلوقتي تعبير، عشان دلوقتي هو بيضربها، ليه ما قعدتوش يا بنتي وجبتوا عملتوا مجلس رجاله وخدتوا عليه تعهدات ومضى على شيكات وبهدلتوا الدنيا؟ من كتر القعدات اللي احنا عملناها، بقول لك بمعدل كل 2 3 شهر. انت يعني اللي انا بحكيه محدش هيستوعبه اصلا، من كتر القعدات اللي احنا قعدناها والناس طب اللي احنا هو بيقول ايه بقى في القعدات دي؟ انا عايز اعرف يعني بتطلعوا بايه طالما ما بيلتزمش بيها. طيب خلاص ما عدتش هعمل كده تاني. انا اسف، انا غلطان، انا وبرضو ما فيش يعني ما فيش اي نتيجة، تمام؟ طب سؤالك ليا ايه؟
سؤالي ليكي دلوقتي، هي قالت لوالدتي طلقيني وكده، ووالدتي مشت في طلاقها وطلقتها بالفعل بقالها سنتين او ثلاثة، فدلوقتي هي عايزة ترجع له ماشي، وغير ان هي عايزة ترجع له عمالة تقول ان والدتي وانا واخواتي ان احنا السبب في طلاقها، فهل احنا علينا وزي ان احنا مشينا معاها في طلاقها علشان هو كان هيموتها بمعنى الكلمة، بمعنى كل حرف في الكلمة؟ مساعدين، انتوا مش عملتوا، مش انتوا في المره وانا قالت طلعوني وطلعوني والضرب؟ انا عن نفسي بقول الضرب ده ما ينفعش. ليه؟ ما بيتغيرش، ولو اتغير بيبقى فتره وعمل. طيب ماشي، ممكن يبقى فهم وبقى جلسه الرجاله قعدته وبطل ضرب، لكن خلاف كده ما بيلتزموش. طيب بقى لها 25 سنه ولا 21 سنه متجوزه واتطلقت وعايزه ترجع، الف سلامه، ترجع ترجع واستحملي نتيجة قرار. ده رأيي، اللي هو هي ترجع وتتحمل نتيجة قرارها، وما تقوليش ان احنا ما وقفلناكيش في بتاع، وما تقوليش ان احنا كذا، لا ارجعي وتحملي نتيجة قرارك. ايه، ما تدوروش بقى احنا غلطنا ان احنا سعينا، انتوا كنتوا حريصين عليها وعلى حياتها بدل ما تجيلكوا ميتة ولا تجيلكوا فيها خبطة ولا عاهة. المشكلة دلوقتي خلاص ان والدتي بتقول لها انت لو رجعتي له، لو ايه اللي حصل ما بينكم، ما تدخليليش، ماشي، ما تقول تدخلينيش بص مشكله بص في كلام، يعني في لان هو يعني اخر مشكله ديت هو كان هيقتل والدتي لا إله يعني إلا الله. بص، هو أنا ليه كده. يعني السؤال تاني لحضرتك، هي المفروض والدتي جمعت كل الـ الأشياء اللي عندها، يعني هي عندها شقتين وقطعة أرض وكده ومحل، وقامت مقسماهم ما بيننا بالسوى بسوى الفلوس، تمام، كاتبه لها نصيبها، بس هي لسه ما تعرفش بالموضوع دوت، وخلتنا احنا 3 بنات مع بعض على أساس ان هي لو رجعت له ما يضايقناش بعد وفاة والدتي. فهل والدتي كده عليها وزن؟ لأن الموضوع ده هيجنني بصراحة. اسمعيني، حاضر، اسمعيني اسمعيني شكرا لحضرتك، اسمعيني. ما تحرمش مني وياك برضه. وياك جابي، ربنا يكرمك يا حبيبي، نورتيني. اولا موضوع ان في وزر انك طلقتوها المره، انت امك كانت حريصه على مصلحتها وانها ترجع سليمه، ما يجرى لهاش حاجه ولا بعاها. عايزه ترجع، خدي اتحملي نتيجه قرارك، شهيد ومحامي على الموضوع، يبقى في ناس شاهده على الكلام ده، وتحملي نتيجه قرارك. ما تخشليش بيت تاني، دي ام انا اسمعي زي اللي بقول كده، تقول ما تخشليش وما تعملش، لما تلاقي بنتها في مشكله استحاله هتسيبها، فما تقلقيش من النقطه ديت، لان فطره الام هتخليها لا بنتها مهما كان، حتى لو كانت واخده قرار غلط هنعمله ايه؟ بنتها. طيب النقطه الثانيه اللي هي نقطه كتبنا الحاجه، انا لا احق، بصي ربنا ما قالش على حاجه الا وهي صح. ما ينفعش اوزع ورث وانا لسه عايش، ده قرار ما كانش صح من البدايه. طيب عملنا وكلنا مع بعض، عشان كده اهم حاجه هو ما يعرفش وهي ما تعرف، وهي ما تعرفش، عشان ما يستغلوش النقطه دي، والله اعلم يوقعوكوا في مشاكل طالما بياخد ويتكين وبيروح ويعمل ويضحك على الناس والكلام ده. النقطه الثالثه والاخيره، ما ينفعش حد يتقدم حد على تجاره او يديله مبلغ او كذا، تكتبوه ويبقى هو بيكتب فليشهد، في اثنين بيشاهدين على الكلام ده، ده الصح وده الدين، طول ما احنا ماشيين بالخطوات مش هنضر. طيب خليني ناخد اخر بقى حد، ما انا مش عارفه مين بقى. عباد الرحمن، انا حاولت اجيبك ما عرفتش. خلينا ناخد ساره وساجده، ساره وساجده الفوق، يلا بينا اخر حاجه. حاضر، اخر حاجه عشان هننام بقى خلاص. يا تير تمام، يا تير تمام، ها ساره وساجده هتخشوا ولا ناخد حد تاني؟ ساره وساجده، السلام عليكم، اهلا اهلا، اوعوا الشعر يبان. الله يا توتو، ده ايه الحد الجميل اللي كان العسول ده، السلام عليكم، اللهم بارك. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. الله يا عبد الرحمن، ده الله ينور، اللهم بارك، ربنا يحفظك. انت في سنه كام يا عبد الرحمن؟ سنه رابعه. لولو يا جميل، اللهم بارك ويجعلك من القاده ويجعلك من الصالحين. في سنة رابعة، وأختك اللي وراك دي المستخبية في سنة كام؟ آه اسمها إيه؟
السلام عليكم. اسمها ساره. ازيك يا ساره يا عسوله، انت فينك ايه؟ لا ممكن تدعي لي على السلام عليكم. اهلا اهلا يا ام عبد الرحمن وساره، ايه العسل رب ده؟ ربنا يجعل كل كلامك في ميزان حسناتك. حبيبه قلبي ده انت فرحتيني النهارده. انا الله يخليك، احلى لايف النهارده بعبد الرحمن. الله يخليك، انت اللي احلى لايف، بالله عليك دعوه ليه. الله يصلح لك حاله ويجعله من الصالحين، ويجعلك يا عبد الرحمن من مقيم الصلاه، من اللي بيحبهم النبي عليه الصلاه والسلام. واياك يا رب، واياك الجنه، يجعلك من اوائل الدنيا والاخره. اللهم امين. واياك الله يخليك. انا لسه سامع اخر لايف معاكي عن اللي بيكتب يعني في حياته وكده، والدي كان كتب لنا يعني في حياته وكده. وماله، طالما طالما ما ظلمتوش ولا جار ولا عمل حاجه على حد، خير. لكن المشكله المشاكل بتحصل، المشاكل بتحصل، وده يجور على ده وده ياخد حق ده ويقهر الاب والام في حياته، لكن طالما صالحين وعارفين حق ربنا خلاص. بالله عليك، اختي كانت مخطوبه وكده، وبعدين ما حصلش نصيب، كان من يمه اختي يعني، هي ما حصلش نصيب من يمه اختي. تمام. وديته كل حاجه، بس في حاجة زي تليفون كده يعني بمبلغ كبير مش صغير يعني، أخدته. فده يحق لها يعني بعد ما فسخت الخطوبة، ده من حقانية تاخده ولا حرام؟ طيب. كان طيب. هدية. طيب. شكرا، ربنا يجازيكي خير، ربنا يجازيكي خير. مع السلامة يا عبد الرحمن. على السلامة. سلام. سلامة يا عسى، على السلامة يا سارة. السلام يا دودو، ربنا يصلح لك الحال يا حبايبي، مع السلامة. احلى لايف، احلى لايف النهارده بعبد الرحمن وساره. بحب انا الاولاد قوي، دوني الاولاد، دوني الاولاد اربعه لكم، دوني. والله بحكي لهم قصص، صح يا يمنى؟ نقعد نحكي قصص بقى ونعيش حياتي. تسلى حالك. انت لولو يا توت. بنوتي. اولا موضوع اختك فسخت والكلام ده، في راي طالما هي اللي فسخت فترد الحاجه. وفي راي لا هذا هديه، او كان معتبره مثلا من المهر، يعني يقول لك كان معتبر ده من المهر، لا لها لازم ترده. وفي راي ثاني، انتوا يعني تسالوا مركز، اي منطقه فيها مركز فتوى، ومركز الفتوى تبع المشيخة الازهر، تروح تساله وتشوف وتخلص ضميرك من ربنا يا بنتي. لكن في راي بيقول طلع هو اعتبره من المهر، هو يسال ده من المهر ولا لا؟ طب دي انت مسامح فيها ولا عايزها؟ لو طلبها هنعمل ايه يعني؟ يعني انا عن نفسي ما ارضلهاش ان هو يبقى كذا وتقول لك لا مش مديهولك، انا خلاص. وطالما انت اللي سايبه يعني، وفي اللي يقول لك لا ده من المهر، الله سبحانه وتعالى يا ربي يبشركم بالخير، يتجوز كل البنات، يتجوز كل الشباب، وسعدت بيكم. وان شاء الله نحاول نكرر اللايف ده وندخل الناس العساسين اللي معايا. يعني نهار ابيض، لا لا 200 ايه؟ طيب خلينا ان شاء الله باذن الله، وعدكم لو ربنا احيانا بكره وما مسناش القيامه ما قامتش ان شاء الله نعمل لايف وندخل فيه الناس برضه. حضروا اسئلتكم، البسوا خماراتكم، البسوا الحجاب، وتطلعوا معايا. اراكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.